بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن شرح الغساله الدايو بالوقايه. الغساله الدايو هي 7 كيلو. في عندي الاول الكونتر، هنيجي على الكونتر ده كده. في عندي بنزل اهوت، بخرج البنزل بتاع الفلتر ده كده الفايز ده، بفك البنز بتاعه، اجيب مثلا طبق يكون الحد بتاعه قليل ولا حاجه، اصفي الميه الاول على في قلب الطبق بحيث ايه لما افك الفلتر ما اغرقش المكان ميه، واركب البنز بتاع الفايز واجي عند الفلتر افكه شمال اخرجه بره، اي دبوس اي زغبار اي تسخات رواسب ولا حاجه بنضفها، واركب الفلتر عكس ما انا فكيت يمين، واقفل الباب بتاعي. هو الباب بتاعي بنفك او بسكينه، انزله لتحت وفك فلتري واقفل الباب عادي خالص. بالنسبه للملابس انا بحطها في الغساله، الجوان ده تحت الجوان ب 5 سم او 6 سم من مستوى الغساله لحد جوه، من فوق فاضي ونحط من تحت زي ما احنا عايزين نقل ما نزيدش. البطانيه الكبيره لا، لحاف الفايبر الكبير برضه رايح لنا الغساله، ممكن البطانيه الصغيره بتاعت الاطفال او لحاف الفايبر بتاع الاطفال. الكوفرتيات او الدفايات كبير صغير مفيش مشكله، بس ما نحطش دفايتين اتنين كبار مع بعض، ما نحطش برضه اتنين كوفرتا كبار مع بعض، حمنا الغساله كوفرتيه واحده كبيره ودفايه واحده كبيره، ممكن احط دفايتين صغيرين بدور اطفال او اتنين كوفرتا بدور اطفال. بالنسبه للمناديل الفوط الحاجات اللي هي الصغيره كلها، هنجيب كيسه بسوسته كده من اي محل بتاع ادوات منزليه، هي عامله زي شبكه الكوره، بنحط فيها المناديل وبنحط فيها الشرابات والحاجات اللي هي الصغيره دي، بنحطها في قلب الغساله ليه؟ لان لو حطينا الحاجات دي من غير الكيسه بتبدا يخش ما بين الجوان وما بين الحاله الاستانس الداخليه، تبدا تعمل لي مشكله في الموتور بتاع الغساله او تخش عند الترومبه في حلقه الوصل اللي هي ما بين الترومبه وما بين الحاله الخارجيه، فتسبب لي تعمل لي مشكله صرف. واقفل الباب بتاعي. بالنسبه للمسحوق بحط 3/4 كميه المسحوق هنا وربع كميه هنا، الجهه اللي هي الشمال دي الجهه الكبيره 3/4 كميه وهنا ربع كميه، وهنا الاضافات دوري معطر ملين مرطب اي اضافات ايا كانت. لو جيت اسحب كده كده مش هيتسحب معايا، لازم اضغط على الصاله اللي هي البوش دي، اضغط على الشفه اللي بتنزل لتحت يبدا دول بيخرج معايا، اي اتساخات اي رواسب ولا حاجه بنضفها، ومن جوه برده نفس القصه، واركب الدرج زي ما انتم شايفين كده، ركبوا سيارة مفيش أي حاجة. لازم طبعا عشان هنا عاملين قفل عشان أطفال درج، فعشان كده كان إيه مطلعه بصعوبة شوية. 3/4 الكمية ربع الكمية الإضافات دول معطر ملين مرطب أي إضافات أي كان، لازم يكون مسحوق أوتوماتيك لأن المسحوق العادي بيعمل رغوة عالية وبيحرق الموتور، فهو يفضل مسحوق جوه الأوتوماتيك. أيا كان نوعية المسحوق مفيش أي مشكلة، جبت مثلا نوعية رخيصة نوعية غالية مش هتفرق معانا، أهم حاجة إن يكون أوتوماتيك عشان ما يعملش رغوة عالية. بالنسبة بقى لنظام التشغيل، ده مفتاح الطاقة اللي هو الباور، مجرد ضغطت عليه كده قطع الغسالة، أول ما بتقطع الغسالة لو ضغطت ستارتر وكده أكيد تشغيل هيجي على برنامج القطن اللي هو الرئيسي بتاع الغسالة، هتبدأ تسحب مية وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف تعمل كل حاجة لوحدها، درجة الحرارة هي مظبطاها 40 درجة حرارة عادل لفات 800 لفة. لو انا عايز برنامج تاني غير القطن اجيبه ازاي؟ الغساله مطفيه بقدر الغساله، ما بروحش بقى عند استاد اوكي تاكيد تشغيل او البوز، لا بقوم اقلب من البكر تك يمين او شمال جه القطن تاني كده، عندي الايكو اللي هو الغسيل المختلط اللي هو قطان على الياف صناعيه، درجه الحراره بتاعته 60 درجه حراره عادي اللي فات 800 لفه وبيظبط نفسه بنفسه. بعد كده عند الاصطناعي اللي هو نسبه الالياف الصناعيه فيه اكتر من الله من القطن. بعد كده عند الرينس والسبين اللي هو الشطف والعصر، لو انا غسل بره وعايز تعمل غساله شطف وعصر فقط فبستخدم رينس وسبين. الدرين اللي هو التجفيف اللي هو طرد الماء في خلال دقيقه ودقيقتين اتنين ايه تجفيف، بس تجفيف ضعيف جدا. عند الكويك اللي هو السريع، تيشرتات ملابس رياضيه الحاجات البسيطه او الحاجات اللي مش متسخه او نسبه عرق ولا حاجه. الول والاصواف حتى نلاحظ كده في الصوف، اول ما جبنا الصوف قام جالي كولد بارد درجه الحراره بارد عشان خاطر الصوف مش هيتحمل درجه حراره عاليه، جالي في عدد اللفات جايب 400 لفه لان الصوف اصلا مع الاحتكاك مع نفسه بيعمل حراره، زائد ان الحاجه بتتمط معايا لو انا حاطه في برنامج تاني غير برنامج الصوف، ممكن يبقى البروفايل بتاع شخص واحد ممكن نيجي نلبسه نلاقيه بقى هرول كده، تحس اكن ممكن اتنين يخشوا مع بعض في ايه في البروفايل اللي هو الصوف ده، بسبب ان احنا مشغلين على برنامج شديد او قوي، لكن الصوف البرنامج بتاعها برنامج ضعيف حركته ضعيف، فبيحافظ على النسيج بتاع الملابس. عند الهاند وول اللي هو الغسيل اليدوي، الغساله بتشتغل بحركه اكن واحده ست بتغسل بايديها اللي هو الهاند وول. الديليكيت اللي هو الحرير ستان ستاير اي حاجه ازات ملمس ناعم او الشوفانات والحاجات دي. وبعد كده القطن، اي برنامج في الدنيا
فيه هوش ورنس وسبن، غسيل وشطف وعصر، الا طبعا الجزئين اللي هو الرنس والسبن لوحدهم او الدرين اللي هو جزء لوحده. طيب لو انا عايز اوبشن زياده فوق البرنامج، او عايز اتحكم في درجه الحراره، او عايز اتحكم في عدد اللفات، هنتكلم برضو عن النقطه دي. هروح الاول عند التمبريتشر، درجه الحراره. هي درجه الحراره بتاعت البرنامج القطن جاي لي هنا كام؟ ده بتاع الشركه جاي هنا 40 درجه حراره. لو قمت متكع على التمبريتشر تكع مدينا 60، لو انا عايز 60 درجه حراره هتكع او كده تشتغل معايا على 60. لو انا عايز 95 غليان، لو انا عايز كل برد خالص عايزها 30 40 زي ما انتوا عايزين. ولكن الشركه اصلا البرنامج مظبط نفسه على 40. احنا بنتكلم التحكم ازاي. في عند السبن اللي هو الدوران اللي هو عدد اللفات، هجيب عدد اللفات 800 لفه. لو اتكيت على السبن كده مديني 1200 لفه اللي هو اعلى حاجه خالص. لو قمت عامل كده داني رينس هولد يعني ايقاف الشاط في الغساله، هتخسر تيجي عند الشاط تعمل توقف مؤقت. مجرد ان انا ضغطت ستارت تبدا تكمل البرنامج بتاعها عادي. نادرا لما حد بيستخدم النقطه دي، ما حدش بيحب ان الغساله تخسر وتيجي عند الشاط وتقف. كل عايز الغساله تخسر وتشطف والباب تطلع تنشر كمان، في محدش بيستخدم دي اصلا، فقليل قوي اللي بيستخدم النقطه دي. في بعد كده عندي نوز بن اللي هو بدون عصر، الغساله هتغسل وتشطب تطر الماء في خلال دقيقه، لكن ال 12 دقيقه او 13 دقيقه اللي هم بتوع التكييف مش تعملهم. بعض الناس بيعمل النقطه دي زي الجماعه الكبار في السن زمان، يقول لك انا عايز الهدوم تطلع من بره بتنقط ميه، والست تقوم ماسكه الهدوم بايديها كده وفردها بايدك عشان ما تطلعش متجعده او ما تطلعش متكسره. ففي بعض الناس بس الكلام ده كان زمان قوي. حاليا دلوقتي الجماعه بتوع الايام دي يقول لك انا عايز الغساله اصلا تطلع الهدوم على الكاي او على اللبس على طول، ناقص يعني بس ايه ان الغساله تلبس الناس، فمحدش هيستخدم دي. في عندي 400 لفه اقل حاجه في التكييف، حس هدوم ناديه جدا ورقه ما بتنقطش ميه. 800 لفه اعلى شويه في التكييف، 1200 اعلى منها، وده الرنس اللي احنا اتفقنا عليه. في بعد كده عندي حاجه اسمها التايم سيف اللي هو اقتصاد في الوقت. لو انت ضغط عليه كده جالي هنا التايم سيف اللي هو اقتصاد في الوقت. يعني لو انا مثلا في البرنامج نص ساعه، هنيجي نبص لقى الغساله عامله لي مثلا ربع ساعه، لان اقتصد في وقتها. عندي هنا التايم ديلي اللي هو تاجيل التشغيل. احنا مثلا وليكن هننام مثلا الساعه 10 بالليل، وليكن الدور هيبقى ساعتين، هنشغل غساله وهننام. يعني معنى كده الغساله هتخلص الساعه 12 بالليل، هتفضل غساله من اول الساعه 12 بالليل لحد ثاني يوم الصبح الساعه 7 او الساعه 8. بالذات في الصيف اجي اخرج الملابس لا ملابس صحتها مش كويس. في نقطه هتفيدني في موضوع حاجه اسمها التايم ديلي او الدرس تقدر تاجيل التشغيل. تقريبا كده مثلا هننام كام ساعه؟ تقريبا كام ساعه مثلا؟ هتنام كام ساعه؟ 8 ساعات. 8 ساعات هم قايل باور، وهم واخد البرنامج بتاع القطن مثلا، ولا غساله اجي عند التايم ديلي اهوت، ولا غساله ساعتين 3 4 5 6 7 8 ساعات. لو ضغطت ستارت الغساله مش هتشتغل الا قبل الثمان ساعات بوقتها هي. يعني هي لو وقتها ساعتين هي الساعه 6 وانتوا نايمين هي هتشتغل الساعه 8 بالفتاه عنكم من النوم، هتلاقيها مخلصه معاكم وانتوا مخلصين نوم، هي مخلصه غسيل، خرج الملابس لقاها فريش مفيش اي مشكله. ده اللي هو التايم ديلي او الديلي ستارت وتاجيل التشغيل. لو احنا مثلا في سفر، لو احنا في عمل ومسافرين ولا حاجه، ومثلا استغرق مثلا ساعه بتاع 6 ساعات مثلا، هناخد الست ساعات بفتح الباب بتاع الشقه وداخل، وطبعا بضغط ستارت وداخل بلاقي الغساله مخلصه معانا وانا جاي في وقت مظبوط بالظبط، خرج الملابس لقى فريش ما فيهاش اي مشكله. ده عشان تحافظ على الملابس والريحه بتاعه الملابس. في بعد كده اوبشن تاني عندي اهوت اللي هو حاجه اسمها البري ووش. ده اوبشن اهو، البري ووش هو الغسله المبدئيه او غسله اوليه او زي نظام ناقع لو انا عايز ابقى دي تبقى غسله. في بدايه البرنامج بتاخد الشوط المسحوق اللي هم في الجهه اليمين دهيت، الشوط المسحوق اللي هم الربع الكميه، بتقوم واخداهم وتقوم نازله في قلب الحله، وتبدا الغساله تشتغل مثلا 10 دقائق وربع ساعه، وتقوم صرفه الميه.